كابتن حمدي، صباح الفل يا كابتن مصر، يا رب تكون بخير والاسره بالف صحه وسلامه. اول حاجه طبعا حضرتك اخ كبير واخ عزيز عليا طبعا، وعشره عمر ما لعب مع بعض. اتشرفت طبعا اول يوم دخول النادي الاهلي، اتفرجت عليك في الصاله، كنت مثلا من المثل الاعلى من اللعيبه المحترمين اللي شفتها. اتشرفت طبعا، وكان لي الشرف ان انا لعبت جنبك ولعبت معاك. ربنا يكرمك يا كابتن حمدي. طبعا انت وجيلك المحترم، الجيل دريم تيم بالنسبه لي، الجيل الذهبي في تاريخ النادي الاهلي، يعني اللي انا شفتهم واتمرنت معاهم ولعبت معاهم، زي طبعا زي كابتن ماجد ومدرب القدير كابتن ميدو مسلحي وكابتن هاني مسلحي وكابتن ايمن رشدي وكابتن وائل عايدي وكابتن اسامه انصان، ومش عايز انسى حد من الكباتن الكبار. ربنا يكرمك يا كابتن حمدي، اتعلمنا منك كتير. حضرتك طبعا اسطوره ولعيب على خلق عالي واعلى مستوى، طبعا استفدنا منك كتير، كفايه دعمك لينا وتشجيعك يعني بالاخص. طبعا كنا قريبين منك انا واحمد صلاح طبعا، فاتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرم كده ويوفقك السنه دي ان شاء الله، ويوفقنا معاك ان شاء الله، يبقى ان شاء الله سنه سعيده على كره الطايره السيدات والرجال ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، زي ما كنت نجم كبير جوه الملعب خلقا ولعبا، ان شاء الله ربنا يكرمك كده ان شاء الله السنه دي وتحقق البطولات كما عودتنا يا كابتن. هتقول ايه للكابتن عبد الله؟ حبيبي كابتن عبد الله يعني مايسترو فعلا. انا شايف ان في حب وود ما شاء الله تاتش وود اهو بينك وبين كل، سواء في البنات او للولاد او للرجاله، حاجه تفرح يعني. لا عبد الله واحمد دول برضو يعني برضو ده ابن الثاني عبد الله برضو، يعني احمد ابن الاولاني عبد الله ابن الثاني. بتقول عليا كمان ابنك. الحقيقه لا يعني الاثنين اول ما طلعوا الدرجه الاولى يعني تبنيتهم انت بقى، كانوا مبشرين جدا. باين عليهم ان هم مشروع تاريخ للنادي الاهلي ومنتخب مصر، فطبعا احنا ساعدناهم، مش انا بس، كل الجيل بتاعي يعني احتضناهم وابتدينا ننقل لهم خبراتنا، وهم الحقيقه كانوا بيساعدوا ومستمعين كويسين قوي، كانوا بينفذوا يعني. هم حتى دلوقتي لما يجوا بيقعدوا مع الولاد دلوقتي الدرجه الاولى، يجوا يقولوا لهم انا في الموقف ده كنت بعمل مع كابتن حمدي كده وعلمني كده، كابتن ماجد قال كده، كابتن ايمن قال كده. فالخبرات بتاعتنا كلها الولاد اخدوها وبينقلوها كمان للجيل الجديد اللي موجود. انت شايف ان في نجوم جديده طالعه في كره الطايره عندنا؟ لا الحمد لله، النادي الاهلي طول عمره في تواصل اجيال يعني في لعيبه تسد ان شاء الله باذن الله، يعني على طول عندنا النادي الاهلي مليان